قامت مدينة توزلا البوسنية اليوم بإضاءة مبنى غرفة التجارة في ساحة الحرية بعلم دولة الكويت امتنانا وتقديرا وعرفانا لدورها الإنساني. جاء ذلك بمناسبة وضع حجر الأساس لسكن ذوي الأطفال من مرضى السرطان بتبرع من الأمانة العامة للأوقاف الكويتية. إذن مشاهدينا، والمزيد حول هذا الموضوع معنا على الهاتف حمد بن عيدان القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك. نرحب فيك معنا في نشرة الأخبار. بداية نود لو تعطينا فكرة عن هذا المشروع. هذا المشروع يعتبر سكن 5 مساكن لذوي الأطفال المرضى في المجمع المركز الطبي الجامعي في مقاطعة توزلا. هذا المشروع الثاني بعد سراييفو، سيخدم ذوي الأطفال المرضى القادمين من مناطق بعيدة ويجعلهم قريبين من أهاليهم، وكذلك توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتلبية احتياجاتهم. نعم أستاذ حمد بن عيدان القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الكويت، كيف ترى هذا التقدير والعرفان لدور دولة الكويت الإنساني بهذا المشروع؟ شعب البوسنة والهرسك دائما يقدر المساعدات الكويتية من زمن بعيد، وهذه المساعدات مستمرة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بن جابر الصباح حفظه الله ورعاه والقيادة السياسية في الكويت، وهذه الأيادي البيضاء الكويتية التي تسهم في العلم الإنساني والخيري في كافة دول العالم. والشعب البوسني يقدر هذا الشيء ولمس الفائدة من هذا المشروع اللي كان موجود في سراييفو وحاليا في مقاطعة توزلا، انه يساعد اهالي المرضى على التواصل مع اطفالهم. نعم حمد بن عيدان القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك، شكرا جزيلا لك.